أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محكمة الاحتلال قضت بإخلاء عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت ديالة شحاد، المحامية والخبيرة القانونية. سيدة ديالة، هذا الموضوع يعني كان سببا حتى في إطلاق مواجهة عسكرية سابقا مع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. طبعا طال هذا الموضوع في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ولكن الآن الحكم ماذا يعني؟ هل ستخلي إسرائيل هذه البيوت أم مازال بالإمكان يعني التعامل قانونيا وقضائيا مع هذا القرار؟ من الواضح أن القرار الصادر عن المحكمة العليا لدولة الاحتلال يقضي بإخلاء فوري لعدد من المنازل، ولكن تناقض في البيانات التي والمعلومات التي وصلتنا حول الإجراءات التي صدرت عن هذه المحكمة، بما في ذلك ما صدر عن أحد الممثلين عن عائلات المالكة للبيوت المعنية عن أن هناك قرارين صدرا عن القاضي يتعلقان أحدهما بتعليق الإخلاء والآخر بالإخلاء، من دون أن يبدو أن هناك تبريرا قانونيا للعودة والرجوع عن القرار الأول، وكذلك الحديث عن ضغوطات سياسية مورست على القاضي. كل ذلك يدعو إلى ضرورة استنفاد الأدوات القضائية الممكنة، إذا كان يمكن الحديث اليوم عن مؤسسة قضائية عادلة في ظل حكومة ترتكب جرائم دولية بما هو ثابت بقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية في هذا العام، ولكن يجب استنفاد ما يمكن على الأقل من أدوات قانونية محلية لجهات طلب لربما رد القاضي المعني للارتياب المشروع إذا ما ثبت أن هناك ضغوط سياسية عليه. طبعا كل ذلك في سياق لا يجب أن ننساه بأن هذه الإجراءات التي هي في شكلها تستند إلى نصوص قانونية إنما هي تكرس استيلاء على أملاك خاصة تاريخيا للشعب الفلسطيني والأسر الفلسطينية، ولا يمكن إخراج هذا القرار من ذلك السياق ومن السياق الأكبر وهو استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية المنهجية البطيئة بما في ذلك تصعيب حياة المالكين الأصليين والحقيقيين لهذه الأراضي ولهذه البيوت، واستخدام أدوات قانونية لنصوص طارئة على هذه الحقوق من أجل تبرير إخلاء هذه البيوت. وبالتالي باعتقادي أنه على المؤسسات الأشخاص المعنيين أصحاب القضية، ولكن المؤسسات التي تقول بأنها تحميهم أيضا، أن يجابوا هذا القرار بكل الوسائل المشروعة الممكنة، وأن يلوذوا كذلك القنوات القانونية الدولية والمراجع ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بالشعب الفلسطيني من أجل تعليق هذه الإجراءات، لأنها جزء لا يتجزأ من الارتكابات الإسرائيلية التي تعلق أي مشروع ممكن للسلام والحل العادل للقضية الفلسطينية في هذه المنطقة. وهذا الكلام هو ما يحتل اليوم المنابر السياسية ومنابر متعلقة أيضا عمل الأمم المتحدة وغير ذلك، فيجب ربط هذه القضية وهذه القرارات القضائية الطارئة فيها بالسياق العام السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية. هذه المنازل يقول أصحابها أن لديهم وثائق وسلمت من الأردن، هل الأمر خاص بهم في إسرائيل أمام محاكم إسرائيلية أم ما زال بالإمكان التعامل كما أشرت ربما في إطار تسوية سياسية في علاقة بعموم ما يحدث في المنطقة؟ مشكلة القضايا التي تنظر فيها المحاكم الإسرائيلية المتعلقة بنزاع حول الملكية هو أنها لا تعتبر بالمستندات التي يقدمها مرات الفلسطينيون، والتي لم تصدر أو لا تصدر عن مؤسسات يعتبرها الجانب الإسرائيلي أو حكومة وقضاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها مستندات ذات قوة يعني نافذة ثبوتية، ذات قوة ثبوتية مقبولة لديهم، وبالتالي فهذا حرمان لأصحاب الحقوق من الأدوات التي تثبت حقهم، مع التذكير بأن كل هذا الإجراء الذي هو في ظاهره قانوني وقضائي إنما هو مجددا يحاول تكريس حالة شاذة ومنحرفة عن القانون، هي الاحتلال المزمن
للأراضي والبيوت الفلسطينية، ومحاولة أو سياسة مكرسة ومنهجية وموجودة في السياسات المكتوبة والعديد من القوانين الإسرائيلية، تكرس التمييز العنصري ومحاولة إبعاد الفلسطينيين والعرب ومن هم غير الإسرائيليين المستوطنين، وخصوصا من الفئة اليهودية للأسف بحسب القوانين الإسرائيلية، تحاول استبعادهم وعزلهم عن مناطقهم والاستيلاء على حقوقهم تحت مسوغ الكلام عن قوانين وقضاء ينظر بعدل في النزاعات هذه. وأهم مثل ما ذكرت، واحدة من أهم الشوائب في هذه المحاكم، غير أنها تشوه السياق الأصلي للقضية الفلسطينية وتحاول تكريس احتلال مخالف لكل الشرائع القانونية وغيرها الدولية، هو أنه ينكر على الفلسطينيين كطرف في هذه أمام هذه المحاكم أيضا الحق الاستعانة بكل أدوات الإثبات الممكنة لإثبات حقوقهم. ولذلك فإن هذه المحاكمات لا يمكن أن ينظر لها على أنها محاكمات عادلة، وعلى قراراتها قرارات يجب أن تكون نافذة وأن يقبل بها الفلسطينيون. شكرا جزيلا لك ديال أشحاد المحامية والخبيرة القانونية، كنت معنا من بيروت.